زي ما انت بتتكلم عن الراجل المدرب نادي الاهلي اول ما جه ميدو بتدي له مساحات مش بتاعته، ليه ما بتديش لواحد زي دوت مساحه؟ حتى بريق امل حب مصر يا اخي، يعني انت مش عارف، انا 90% اول ما الراجل جه لا ده وحش، لا مش عارف فاشل، ده ليه؟ اشمعنى المدير الفني بتاع نادي الزمالك لما بيجي بتلاقي حاجات بتتكتب تحزنك؟ لما بيجي اي حد في نادي الاهلي تبص اللي هو ملوش تاريخ، عمر ما في مدير فني جه في نادي الاهلي في ال 20 سنه اللي فاتت وليه اسم او ليه تاريخ على مسؤوليتي. لا بس جاي مارتن يول مثلا كان مدرب، لا ممكن ممكن، لا انا بكلمك على بعد جوزيه قصدك، يعني فشل ومشي. ليه ده خد دوري مارتن؟ يعني هو ما عملش ان حاجات كبيره، يعني لا مارتن قال لك انا هاخد دوري بالبطانيه، تفتكر انت ما قبل الدوري بالمخده وانا نايم؟ لا مشي ولا لا؟ صح ولا لا؟ مشي بعديها. في حد قدر يتكلم معاه؟ لا انت عندك، يعني انت بتقول ان انت متابع جوزيه طبعا، مدرب عالمي بجد؟ عالمي عنده أكتر من طريقة لعب يقدر يلعب بيها أي فرقة أنت متخيلها. أنا مش قلقان، المباراة هتكون سهلة بالنسبة لنادي الزمالك. وفي حاجة جت من عند ربنا ميدو برضو عمر ما في حد يتكلم فيها، نادي الزمالك كان هيلعب النهاردة. كان فاضل كام مباراة؟ كان فاضل كام يوم على المباراة بتاعت الأهلي؟ يعني فاضل 5 أيام. الأهلي لعب إمتى؟ ده لعب أول إمبارح. أول إمبارح. فرق يومين راحة. تفرق ولا ما تفرقش؟ لا تفرق طبعًا. في حق مين؟ لو يعني تتكلم ككلها اهدى، بس في حق مين؟ ان انت في سفر وفي بطوله كاس مصر، وانت عارف ان انا والاهلي هنلعب مباراه، ما تقولش اختياري واختيارك. يعني ما تقوليش لا ده الزمالك هو اللي اختار، وتيجي تقول لي الاهلي هو اللي اختار. في سياسه غلط من اول لما بتتحط، بتيجي الدوري كل سنه بيجي الدوري يتحط كده، مع احترامي اللي انا بحبه رئيس لجنه المسابقات الحاج عامر حسين، كل سنه يمسك لك ورقه كده يسكتك، تيجي تحسب في الخمس ست سنين السنه بتاعت الدوري الاهلي بيلاعب مين والزمالك بيلاعب مين، يعرف اول 5 مباريات للزمالك الزمالك خسران غصب عن ابوه وامه، مش برضاه، غصب عن ابوه، لان انت بتقول ان الماتشات بتبقى موجهه ان الزمالك او تحدى اي حد ارجع بالدور، لان انا عندي برضو ملم. انا قلت لك انا في التسويق الحمد لله اللي عندي مش عند حد، يعني وده مش عايز ينجح مع الناس في مصر، وده اللي بعدني الفترة الأخيرة. تمام؟ أنت بتيجي تبص في بداية الدوري يا ميدو كده في ال5 سنين اللي فاتت أو 6 سنين تلاقي ماتشات الزمالك أصلا، وتلاقي الحاج عامر أول سلام عليكم يا عم هات الدوري، مفيش يا عم هات، مش مفيش يا عم مفيش. هقول لك حاجة، ارجع كده مع نفسك بالليل وارجع في أول 6 7 سنين اللي فاتوا، هتلاقي الحاج عامر حسين أول مباراة لنادي الأهلي لو الزمالك خد دوري مع بعض بيقرب الزمالك عشان ياجله السنه الجايه. على فكره الاهلي بقاله 5 6 سنين ولا 4 سنين بيلعب اول ماتش دايما ليه قدام الاسماعيلي. ليه؟ مش عارف، غريب. ما عشان الاسماعيلي ما تعيش في الدوري لازم تروح اسماعيليه، لا ده قرار مش عارف الجمهوري ولا الوزير، لا لا. طب انت يا كابتن رضا عايز اسالك سؤال. اتفضل. يعني انت بعيد عن الساحه. وانت دلوقتي لو عايز ترجع او انت بتحاول ان انت ترجع ان انت يبقى ليك منصب، انهي مجال انت شايف ان انت اكتر 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 حاجه تقدر تنجح فيها؟ هل الاداره يعني الناحيه الاداريه، الناحيه الفنيه، الناحيه التسويقيه؟ اللي عندي ميدو الناحيه التسويقيه حاجه واحده. انا عندي اعوذ بالله من كلمه انا، يعني حاجتين اتحدى اي حد في اهلي زمالك في مصر، اللي هو التسويق الرياضي. أنا من 2005 تمام؟ أنا عندي هيكلة لقطاع البراعم والناشئين. بالنسبة لقطاع البراعم اللي بيشرف عليها العظيم العظيم الدكتور علاء شاكر. وده كانت يعني أنا حزين طبعاً، أنا حزين لأن كان المفروض كابتن حسام أول قرار ياخده في وجود زي ده، في حد أنت بتثق فيه، كان أقرب واحد وأعظم واحد في المكانة ديت، وأنت عشت معاه وطلع أجيال وانت كنت محتاجه. انت اتكلمت مع الدكتور علاء ان هو كان عنده استعداد ان هو طبعا الدكتور، لا هو ما اتكلمتش معاه، بس لا انت المفروض علاء شاكر ده رمز عظيم يا ميدو، وانت على ايدك انت عارف احنا كنا في المنتخب ما بيلاقي حديقه قد كده واحنا مش عارفين نتمرن، مطره كان بيعمل لنا التمرين اكتر من احسن اعظم مدير فني بيعمله لك في الملعب.